محاضرة بتأثر من مغامرات هتهرب وتدخلك مجرات هتبقى مع نفسك ظالم ومفكر نفسك مظلوم نبقى أول نفس بس يلا قول أنا رايح للجزارة علشان ناكل فول عايز القهوة عشان تحس إنك حمار هتعذب بيها في الدنيا وفي الآخر هتخش النار الحل الوحيد هو الحصار وترجع تقول أنا نفس جرب إيديا وطبعا هي دي القضية وأنت من المخدرات بقيت الضحية والناس في اسكندرية شايفين المصيبة هي شايفين وساكتين دي بقت حاجة غبية ايوه هي دي القضية يعني وسع اللي تاب وعمل لحياته تاب لازم ما تتغير اوعى تقولنا لسه صغير خلاص قلبك مات وبقى حجر خلاص عديت وصلت مرحلة الخطر مليون واحد واقف قدامك مفيش امل طب نعمل ايه ايه العمل هفضل انصح في الناس يا جماعة فين الاحساس مهما نتكلم عمره ما هتقلم انا هقدم للمسؤولين رسالة ما فيهاش اي استحالة انا اسمي انسان ماليش في البلد امان بس هنغني وقول اللي في قلبنا الشباب دي عمرنا مش مشكلة كبيرة نحلها في قعدة بسيطة نحلها